اليوم ان شاء الله راح نكمل نتابع الكلام عن الثيرموداينامكس. راح نتكلم عن الابسوربشن اوف هيت باي سوليدز اند ليكويدز، يعني عن امتصاص الحراره من قبل المواد الصلبه والمواد السائله. طبعا بدايه مثل ما لكل جسم له كثافه محدده، كثافه الماء بتساوي 1000 كيلوغرام لكل متر مكعب، كثافه الهواء هي 1، كثافه الرصاص 13600، كثافه الذهب 19200، وهكذا لكل ماده لها كثافه محدده. ايضا لكل ماده معامل خاص يتعلق في موضوع امتصاص الحرارة وعدم امتصاصها من قبل المحيط فيها. هذا الثابت اللي بيخص كل مادة على حدة اسمه الهيت كاباسيتي. الهيت كاباسيتي هو مقدار الحرارة اللي بتلزم للمادة لكي ترتفع درجة حرارتها بمقدار 1 سلسيوس او 1 كلفن. فلنفترض انا في عندي مادة بتحتاج لمثلا 500 جول عشان ترتفع درجة حرارتها 1 سلسيوس او 1 كلفن. نحكي انه الهيت كاباسيتي لهاي المادة هي 500 جول بير كلفن او بير سلسيوس. مادة اخرى بتحتاج ل 600 جول، نحكي عنها الهيت كاباسيتي بتساوي 600 جول بير كلفن او بير سلسيوس. لكن احنا هون بنتكلم عن المادة اللي راح تمتص هاي الكمية من الحرارة. المادة هاي قد تكون 2 كيلوغرام او 5 كيلوغرام او نص كيلوغرام، ما بنعرف، وبالتالي اصبح هذا المصطلح غير دقيق في تحديد كمية المادة اللي فعلا بتحتاجها. يعني مادة راح تحتاج 500 جول عشان ترتفع 1 سلسيوس، مادة اخرى بتحتاج ل 100 جول عشان ترتفع 1 سلسيوس. قد تكون المادة من 500 جول كتلتها 5 كيلوغرام وهذيك كتلتها 100 جرام، ف 100 جرام احتاجت ل 100 جول، وال 500 وال 5 كيلوغرام احتاجت ل 500 جول. معناته انه الماده ام ال 5 كيلوغرام فعليا بتمتص حراره بشكل اكبر واحتاجت لكميه قليله من الحراره حتى ترتفع درجتها 1 سلسيوس لانها كبيره. الفكره في الموضوع انه بدنا نطلع لكل جرام من الماده او لكل كيلوغرام ناخذ وحده كتله ايضا. فرح يطلع عندنا الان مصطلح جديد هو كميه الحراره اللي بتلزم لرفع درجة حرارة الواحد كيلوغرام، مش كل المادة بشكل عام، مش معروف كم الكتلة، الواحد كيلوغرام من المادة بمقدار درجة مئوية واحدة. بداية العنوان رح يكون The absorption of heat by solids and liquids. هاي صفحة 12. طبعا زي ما حكينا قبل شوي في عنا اللي هو سي، سي هاي اسمها الهيت كاباسيتي. الهيت كاباسيتي وحدة قياسها هي جول لكل كيلوغرام، سوري، جول لكل سلسيوس او كلفن. مقصود في السي، سي كابيتال، هاي كمية الحرارة اللي بتلزم لكي ترتفع درجة حرارة الجسم بشكل عام بغض النظر عن كتلته بمقدار 1 سلسيوس او 1 كلفن، ما بتفرق، لانه دلتا سي، دلتا تي سي هي نفسها دلتا تي كي، الفرق في درجة الحرارة بالسلسيوس او بالكلفن زي بعض. هسا اذا بدنا نعرف مقدار كمية الحرارة اللي لازم يرتفعها الجسم، اللي لازم يمتصها الجسم علشان ترتفع درجة حرارته مش 1 سلسيوس، 5 سلسيوس مثلا، نحكي انه السي هي الحرارة اللازم لرفعه 1 سلسيوس. فاذا بدي ارفعها ل 2 سلسيوس بضرب هاي الحرارة في 2، اذا بدي ارفعها ل 10 سلسيوس بضربها في 10، وبالتالي كيو كمية الحرارة اللي بيحتاج الجسم بشكل عام بتساوي سي الهيت كاباسيتي لهاي المادة ضرب دلتا تي، مقدار التغير في درجة الحرارة اللي انا بدي احدثه لهاي المادة. تمام. لكن زي ما حكينا السي مصطلح مش كثير بيساعدنا في التفريق بين الأجسام، حنتعامل مع إشي بخص الواحد كيلوغرام من المادة فقط مش الكتلة بشكل عام. عشان هيك رح نتعامل هلا مع إشي اسمه سي سمول. سي سمول اسمها specific heat capacity. هلا specific heat capacity وحدة قياسها هي جول لكل
كيلو جرام سلسيوس او جول لكل كيلو جرام كلفن. هي كمية الحرارة اللازمة لرفع درجة حرارة الواحد كيلو جرام بس من المادة بمقدار واحد سلسيوس، مش اي مادة مهما كانت كتلتها. فهون بدنا ندخل الماس في الموضوع، عشان هيك كيو في حالة السي سمول راح تكون سي في ام في دلتا تي. طبعا بستخدم انا قانون كيو بتساوي سي في دلتا تي للاجسام اللي صعب حساب الماس الها، او اللي صعب حساب السي سمول او معرفة السي سمول الها. يعني مثلا جاب لي وعاء من النحاس بيحتوي على ماء، وطلب مني اعرف كم مقدار كيو الكلية اللازمة لرفع درجة حرارة الوعاء مع الماء اللي فيه. هلا الوعاء لانه شكله مش سهل حساب الحجم داخله، حجم الماء اللي داخله، شكله وعاء قد يكون فيه له اطراف وقد يكون فيه انحناءات وهكذا، حساب الماس له شوي صعب. شو ممكن نعمل؟ ممكن ناخذ يعطينا في السؤال قيمة السي بشكل عام مباشرة له، عدا عن انه الوعاء ممكن يكون مكون من اكثر من مادة، من نحاس ومن مواد اخرى، وهي كلها بدها ترتفع. فبتلاقي بيختصر، شو بيعمل؟ بيعطينا قيمة سي مباشرة لهذا الوعاء ضرب قيمة الدلتا تي بدون ما يعطينا السي سمول. بينما السوائل او المواد، يعني لو جاب لي قطعة نحاس وضعها داخل الماء، نحكي قطعة النحاس عادة بيعطيني لها السي سمول والماء بيعطيني لها السي سمول. فبدنا نفرق، الوعاء غالبا بيعطيني السي كابيتال، بينما السائل والمادة التي توضع داخل السائل بيعطيني لها السي سمول. هذا الامر الاول اللي لازم نعرفه بخصوص انتقال الحرارة. هلا في امر ثاني في غاية الاهمية، لو كان في عندي مثلا قطعة من الجليد، خلينا نسمي العنوان الان اللي هو فيز ترانسفورم. فيز ترانسفورم المقصود فيها تحول الحالة. حالات المادة المشهورة هي ثلاث حالات، الحالة الصلبة والحالة السائلة والحالة الغازية. عشان أنا أحول مادة من الحالة الصلبة إلى الحالة السائلة لازم أعطيها حرارة، لازم أسخنها، فبتتحول للحالة السائلة. ثم إذا تحولها من الحالة السائلة للحالة الغازية أيضا نعطيها كمان حرارة، فبتتحول إلى الحالة الغازية. إذا العكس، عملية التبخير هي العملية المستخدمة لتحويل المادة من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة، اللي هي الفابورايزيشن، أو عملية تحويل المادة السائلة من للمادة الصلبة اللي هي عملية التجميد اللي هي فريزنج. إذا صار في عندنا أربع شغلات، من صلب إلى سائل فيوجن انصهار، من سائل إلى غاز عملية تبخير فابورايزيشن، من غاز إلى سائل عملية تكثيف. من غاز عشان يرجع سائل مرة ثانية بدنا نكثف هذا الغاز، بنسميها كوندنسيشن اللي هي التكثيف، ومن الحالة السائلة إلى الحالة الصلبة مرة أخرى اللي هي عملية الفريزنج، عملية التجميد. الانتقال من حالة إلى أخرى اسمها فيز ترانسفورم. هلا اللي بيصير إنه عملية التحول من مادة إلى أخرى تحدث عند درجة حرارة محددة وتعتمد على نوع المادة. فمثلا الجليد حتى يتحول إلى ماء لا يحدث هذا التحول إلا إذا أصبحت درجة حرارة الجليد صفر سلسيوس. الماء حتى يتحول لبخار لا تحدث هذه العملية إلا إذا وصلت درجة حرارة الماء إلى 100 سلسيوس، يبدأ هناك عملية التحول إلى إيش؟ إلى بخار. العملية العكسية تحدث عن نفس درجات الحرارة، فمثل ما الانصهار من الجليد إلى الماء عند درجة 100، التجمد من الماء إلى الجليد أيضا عند درجة 0، التجمد من الماء إلى الجليد يحدث عند درجة 0 أيضا مئوي. التبخر من ماء إلى بخار إلى غاز يحدث عند درجة 100، فالتكثيف من غاز إلى ماء يحدث عند درجة 100 سلسيوس، وهكذا. فدرجات الحرارة بتكون عادة نفسها. يعني مثال آخر، التحول للسيلفر، السيلفر اللي هي الفضة، تحدث عند درجة حرارة 1235 كلفن، يعني تحت الألف بشوي بيبدأ الفضة تتحول إلى الحالة السائلة، بيصير لها ملتينج، ذوبان أو فيوجن، انصهار. بينما درجة الغليان للفضة عشان يصير الفضة تتحول إلى بخار إلى غاز يحدث ذلك عند درجة 2323، يعني 2000 وشوي سلسيوس، 2323 كلفن، بيقابلها بالسلسيوس منقص 273، فرح تطلع تقريباً
2050 سلسيوس، 2050 درجة بيبدأ الفضة تتبخر، تصبح غاز، غاز الفضة. طبعا هاي العملية، عملية الذوبان للمواد الصلبة أو عملية التبخر للمواد السائلة، تحتاج إلى حرارة أثناء عملية التحول. كذلك الجسم علشان يتحول من حالة سائلة إلى حالة صلبة لازم يخسر حرارة، بضل يخسر حرارة لحد ما يتحول بالكامل إلى الحالة الصلبة. والبخار إذا كان عندي غاز من مادة معينة فلازم يخسر حرارة، يفقد حرارة حتى يبرد، وإذا برد بيبدأ إيش، يتكاثف ويتحول إلى الحالة السائلة مرة أخرى. كمية الحرارة اللي بيحتاجها الجسم حتى يتحول من الحالة الصلبة إلى السائلة أو من السائلة إلى الصلبة بسموها heat of fusion. heat of fusion برمزولها بالرمز ال F. وحدة قياسها هي كيلو جول لكل كيلو جرام. ال F المقصود فيها كمية الحرارة اللازمة للجسم لكي ينصهر، للجسم الصلب خلينا نحكي لكي ينصهر، يعني يصير له ميلتينج ذوبان أو يصير له فيوجن انصهار، لكي ينصهر كاملا كله. طبعا احنا لما نحكي انصهار هي المقصود فيها حتى يتحول بأكمل الجسم كاملا، مش جزء منه فقط، حتى يتحول كاملا إلى سائل، أو السائل يتحول كاملا إلى صلب، وهكذا، أو للسائل لكي يتجمد فريزنج كاملا. الآن الحالة الثانية بيسموها الهيت أوف فابورايزيشن، بنوزلها بالرمز ال في، نفس المبدأ. طبعا وحدة قياسها أيضا هي كيلو جول، لأننا بنتكلم عن الحرارة اللي راح يحتاجها الجسم لكل كيلو جرام، مقصود فيها كمية الحرارة اللازمة للسائل لكي يتحول كله إلى غاز، أو كمية الحرارة، بلاش نعيدها، أو الحرارة اللازمة للغاز لكي يتكثف كله ويصبح إيش، سائل. طيب بس أنا بتكلم هون عن كتلة مقدارها 1 كيلو جرام، يعني مثلا لو أجينا على الماء الووتر، بيحتاج الماء إذا كان جليد لكي ينصهر إلى 333 كيلو جول لكل كيلو جرام. أنا بتكلم هون عن الكيلو جرام الواحد. طيب إذا كان عندي 2 كيلو جرام من الماء، إذا كل كيلو جرام بيحتاج ل 333، فأنا بحتاج فعليا ل 666 كيلو جول بير كيلو جول عشان أصهر هذول 2 كيلو جرام من جليد ويتحولوا إلى ماء مرة أخرى. إذا الإف هي كمية الحرارة اللازمة لتحول المادة كاملة، لكن كم كتلتها؟ 1 كيلو جرام. إذا بدي أعرف كم الحرارة اللازمة لتحول المادة بأكملها إلى سائل أو من سائل إلى صلب، فهون لازم أضرب في إيش؟ أضرب في الماس تبعت الجسم. لذلك نحكي إنه كيو اللي هي الحرارة الكلية أثناء عملية تحول المادة تساوي، هي كيو أثناء التحول transformation بتساوي L، سواء كانت L F أو ال في، ما بتفرق، ضرب ايش؟ ضرب الماس تبعت الجسم، كتلة الجسم اللي عماله بيتحول. اوكي خلينا نشوف هلا مثالين على هذا الموضوع حتى نفهم شو اللي قاعد بيصير. example، لنفترض انه في عندنا a piece of ice
a piece of ice of mass مثلا 720 جرام. at سالب 10 سلسيوس. if this ice became a water يعني هذا الجليد أصبح ماء at 15 سلسيوس. how much heat did it absorbs through this process يعني كم مقدار الحرارة اللي أخذها الجسم في أثناء عملية التحول إلى الحالة السائلة liquid state. نحكي أنا ننتبه كويس، أنا عندي جليد عند درجة 15 سلسيوس. بداية لازم نعرف درجة الحرارة اللي بصير التحول عندها. تحول الجليد إلى ماء بصير عند درجة 0 سلسيوس، إذا في حرارة لازم يمتصها، راح يكون في عندنا هون هيت. لتسخين الجليد، لتسخين الجليد بحيث يصبح آيس نفسه عند درجة 0 سلسيوس. هلا إذا أصبح في عندنا آيس عند درجة 0 سلسيوس بيبدأ هذا الجليد الآن، هذا مش هذا، هذا الجليد بيبدأ بالتحول إلى إيش؟ إلى ووتر عند درجة كم؟ 0 سلسيوس أيضا. إذا الجليد بيتحول إلى ماء عند درجة صفر مئوي. إذا أنا عندي هون عملية إيش؟ الهيت راحت في عملية الترانسفورميشن، في عملية التحول، ودرجة الحرارة راح تضلها نفسها، ما راح يكون في تغيير في درجة الحرارة. لما كل الجليد كاملا يصبح عبارة عن ووتر درجة حرارته صفر، الهيت الآن اللي بيبدأ يمتصها الجسم اللي هو الماء بعد ذلك يستخدم في تسخين الماء. أما ما دام في عندي قطع جليد لسه ضمن الماء لا يتحول، لا يسخن الماء، تبقى الحرارة المعطاة للمادة مستخدمة في عملية تحول كل الجليد إلى هذا الماء. إذا هذا الووتر بعدين راح يتحول إلى ووتر درجة حرارته هي 15 سلسيوس. إذا في عندنا، إذا هون في عندي أيضا هيت في عملية التسخين، بس تسخين مين؟ تسخين الماء من 0 إلى 15. هون في عندنا تسخين الجليد من 15 إلى 0، من سالب 15 طبعا إلى 0. وفي عندي هون عملية إيش؟ حرارة التحول من 0 إلى 0. الدرجة ما راح تتغير، لكن تحول من حالة صلبة إلى حالة سائلة. هلا القانون المستخدم في عملية التسخين، الحرارة اللي راح ياخذها الجسم هي سي في إم في دلتا تي. هون الحرارة في عملية التسخين راح تكون سي في إم في دلتا تي. السي هون لمين؟ سي للماء، ماء إلى ماء، ماء هو نفسه. وهون أنا شو في عندي؟ آيس تحول لآيس، ما تغيرش درجة حرارته، ما تغيرت حالته لكن تغيرت درجة حرارته، إذا عملية تسخين عادية، بس باخذ السي لمين؟ للجليد، للآيس. طيب هون شو الحرارة هاي راح تكون؟ نحكي هاي الحرارة راح تكون عبارة عن ال اف مضروبة في الماس، لأنها عملية تحول من فيز إلى فيز آخر، وال الحرارة في حالة التحول من فيز إلى فيز آخر ترانسفورم هي L ضرب M. طبعا لأنه عندي من صلب إلى سائل باخذ L F، لو أنها من سائل إلى غاز باخذ L V. تمام، فصف عندنا الآن Q اللي راح نحتاجها بشكل كامل هي كالتالي. Q تساوي C للآيس في M للآيس طبعا في دلتا تي في زائد ال في ام اللي هو للجليد حتى ينصهر او للماء حتى يتجمد هي نفسها، يعني الماء يتحول من حاله الى اخرى، زائد سي بس هالمره لمين؟ للماء في ام في دلتا تي ويساوي قيمه السي للايس هي 2220 جول لكل كيلوغرام كلفن ضرب
الماس تبعت الايس هي 720 جرام، لكن هون عندي بالوحده كيلو جرام، فلازم اكتب الماس بوحده كيلو جرام. الكتله المطافي السؤال هي 720 جرام، لنحولها لكيلو بصير 0.72 ضرب. هلا دلتا تي الجليد هذا راح يتحول من اي درجه لاي درجه، من درجه سالب 15 راح يصير صفر، فراح تكون او سالب 15 لصفر. اذا راح يكون عندي صفر ناقص الناقص 15. سوري انا كاتب بالسؤال هون ناقص 10 وحاط ناقص 15. ناقص 10 سلسيوس. ناقص 10 بده يصير ناقص 10، هي حتكون 10. تمام. هذا هو ايش؟ هو القسم الاول اللي هو عملية ايش؟ تسخين الجليد. زائد هلا عملية تحول هذا الجليد اللي عند درجة صفر إلى ماء عند درجة صفر بيحتاج إلى حرارة اللي هي L ضرب M. هلا L في حالة الجليد أو حالة الماء هي 333، والماس اللي عندنا هي نفس الكتلة راح تتحول إلى جليد، وهي نفسها راح تتحول إلى ماء، راح تتحول من جليد إلى ماء اللي هي 0.72 L في M L M. زائد هلا شو بدي اضيف على هذا الكلام؟ بدي اضيف عمليه الحراره اللازمه لتسخين الماء. هو في السؤال بده كم مقدار كميه الحراره اللازمه لتسخين جليد من درجه سالب 10 الى 15 ماء، فبدي اخذ كل هدول مع بعض، هذا اللي بيلزمني كاملا. هلا هون عندنا السي للماء بتساوي 4190 ضرب الماس هي نفسها 0.72 ضرب. هلا دلتا تي في حالة الماء راح تكون من 0 إلى 15 إلى 15 درجة، إذا راح تكون 15 ناقص 0 ويساوي، بيطلع الجواب الكلي تقريبا 300 كيلو جول. بس من باب التوضيح لو مثلنا إحنا هيك بيانيا عمليات تحول الحرارة في هذا المثال لقطعة الجليد هاي، راح نحكي انه كان في عندي حرارة هي هون ايس عند درجة سالب 10، اعطيناه حرارة فصار درجة حرارته ترتفع لحد ما وصلت لكم درجة الحرارة؟ وصلت للصفر سلسيوس هون سالب 10. بعدين صرنا نعطيه حرارة بس ايس هون لحد ما ايش؟ الحرارة المعطاة لم تستطع رفع درجة حرارته، بقيت درجة حرارته ثابتة، لكن هون صارت عملية تحول إلى ماء. لحد ما تحول كامل الجليد إلى ماء، شو صار عندي هون؟ ووتر. بس كم درجة حرارة الووتر هذا؟ صفر، نفس الإشي. بعد هيك صرنا نعطيه حرارة، صارت ايش؟ صارت ترتفع درجة الحرارة لحد ما وصلنا لكم؟ لووتر. بس درجة حرارته مش صفر. حرارته هي 15 سلسيوس، فلو اخذنا على سكيل التمبريتشر راح تكون هون 15 سلسيوس، هذا لو اعتبرناه محور هذا التي درجة الحرارة. هيك راح يكون التحول. لذلك لو واحد اطلع على حالة جبنا وعاء حطينا فيه هاي الكمية من الثلج واطلعنا عليه، بنلاقي انه اثناء الانتقال من درجة سالب 10 الى درجة صفر واحنا حاطينها على النار بنسخن فيها، راح يكون فقط جليد، يعني ما في ماء، جليد قاعد بيسخن 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 بيسخن. أول ما توصل درجة حرارة الجليد إلى صفر بيبدأ يظهر عندي شوية مية، بتصير المية هاي تكتر وبصير كتلة الجليد إيش؟ تصير تقل لأنه صار في عملية تحول، فبيستمر التحول. إذا طلعنا هون رح نلاقي إنه الوعاء اللي إحنا حاطين فيه الجليد صار فيه مية وجليد مع بعض. لو قسنا درجة حرارة الجليد رح نلاقيها صفر، ودرجة حرارة الماء رح نلاقيها برضه صفر، لحد ما كل الجليد يتحول إلى ماء. لما صار بطل في عندي مادة صلبة، بطل في آيس، صار كلياته عبارة عن ووتر. الحرارة المعطاة بعد الحرارة، الوعاء لسه على النار، الحرارة المعطاة بعد ذلك تبدأ في تسخين هذا الماء إلى أن نصل إلى الدرجة المطلوبة 15 50 90 100 مثلا. لو كملنا الآن، لو افترضنا أنه كملنا لعند درجة 100 سلسيوس، هاي ووتر عند درجة 100، لو افترضنا هيك هلا اعطيناه حرارة زيادة ببطل ايش؟ ترتفع درجة الحرارة، بتتوقف عن الارتفاع، لكن بيبدأ يظهر عندي ايش؟ بخار، بيبدأ الماء يتبخر، يصير غاز، يصل او يظهر على شكل الحالة الغازية للماء إلى أن يتحول كاملا إلى ايش؟ إلى غاز. صار عندي هون ايش؟ بخار الماء، الفيبر.
بس عند درجة كم؟ عند درجة 100. هذا الغاز ما راح يسخن، لأنه الحرارة المعطاة للماء والغاز مع بعض أثناء التحول ما بياخذها الغاز وبيسخن، لا بياخذها الماء وبيستمر في التحول. هون عند هاي النقطة أصبح كل الماء تحول إلى بخار، بيبدأ الآن الحرارة الإضافية المعطاة في إنه إيش؟ يرفع درجة حرارة البخار، لذلك مستحيل نلاقي مية درجة حرارتها أكثر من 100 بتتحول لبخار، والبخار اللي درجة حرارته بتكون أكثر من 100، البخار هو اللي بيكون حامي جدا. تمام. لذلك التعرض للبخار من الأنابيب اللي فيها الماء الساخن جدا وتحول لبخار أشد من التحرك للماء الساخن، لأنه درجة حرارة البخار معناها قطعا إنه وجود الماء على شكل بخار تعني بشكل قطعي إنه درجة الحرارة أعلى من 100، لو صارت الدرجة أقل من 100 برد فورا بيبدأ يتكثف ويصبح ماء مرة أخرى، فكونه بخار درجة حرارته رح تكون أعلى من 100، وهذا خطير إذا أجى على وجهه بيحرقه مباشرة. تمام. خلينا ناخذ مثال آخر في غاية الأهمية على موضوع الاتزان الحراري اللي هو الثيرمال أو إكوليبريوم. الثيرمال إكوليبريوم توضيح له، لو جبنا مثلا وعاء كونتينر له سي يعني له هيت كاباسيتي، وضعنا داخله سائل ممكن يكون ماء ممكن يكون اي شيء تاني مثلا ووتر. الووتر ايش بيميزه؟ له سي سمول. راح يصير الوعاء والماء في حالة اتزان حراري، راح يصبح لهما نفس درجة الحرارة، لأنه لو كان الماء أسخن شوية من الوعاء راح إيش؟ راح الوعاء ياخذ منه شوية حرارة لحد ما الوعاء يسخن شوي والماء يبرد شوي وتصبح لهما نفس درجة الحرارة. فراح نفترض دائما ان الوعاء والماء اللي فيه او السائل اللي فيه عند نفس درجة الحرارة دائما، وراح نفترض ايضا انه هذا النظام isolated. isolated يعني معزول، يعني ما في اتصال حراري بين الماء والوسط الخارجي، ولا راح يصير ايش برضه؟ الماء يخسر حرارة للهواء والهواء يسخن والماء يبرد لحد ما يبرد الماء بشكل كبير. فراح نفرض انه مهما كانت درجة حرارة الماء راح يكون في عندنا ايش؟ عزل عن الوسط الخارجي. اما لو حكالي في السؤال انه الماء مفتوح على الوسط الخارجي وانترك لفتره يعني كافيه، راح نتوقع انه راح تكون درجه حراره الماء والكونتينر هي نفسها درجه حراره مين؟ الهواء اللي برا، نفس درجه الحراره، زي لما نحط كاسه شاي على الطاوله ونتركها لمده ساعه، راح نلاقيها انها بردت، صارت بارده، لانه انتقلت حرارتها للهواء الخارجي. الان جبنا ماده مثلا نحاس، حديد، رصاص، مادة أخرى الكتلة تبعتها M، هنسميها S يعني subject أو substance العينة هاي، وإلها heat capacity زيها زي الماء بس قيمة مختلفة. وضعناها وين؟ وضعناها داخل هذا الماء، داخل السائل. طبعا حتكون هون درجة الحرارة هنسميها T1، وهاي درجة حرارتها T2، درجات مختلفة. هلا لما نحطهم مع بعض الجسم الساخن بيبدأ يعطي حرارة للجسم البارد، يعني بصير في انتقال حراري من الأسخن للأبرد إلى أن تصبح درجة حرارة الجسمين شمالهم متساوية. في هاي اللحظة في اللحظة اللي بتصير فيها درجة حرارة الوعاء والماء والجسم اللي فيهم متساوية، يتوقف انتقال الحرارة بين الجسمين الساخن والبارد، أو الساخن والبارد، ممكن يكون الحديد أسخن من الماء، أبرد الماء وممكن يكون أسخن. وفي هاي الحالة بنقول إنه صار في عندنا ثيرمال إكوليبريم، اتزان حراري، توقف انتقال الحرارة بين الجسمين. علشان يصير هيك لازم تصبح درجة الحرارة الكلية للجسمين اللي هي مشتركة راح نسميها تي اف، يعني فاينل تمبرتشر، فاينل تمبرتشر. القانون اللي راح نطبقه في هاي الحالة راح نحكي انه كيو الحرارة المكتسبة مين راح يكتسبها؟ الجسم البارد، يعني كان الحديد او الرصاص هذا مثلا او النحاس ساخن جدا درجة حرارته 100 او 90 والماء درجة حرارته 10 او 15 وحطيناهم مع بعض، راح الماء يصير يكسب حرارة، يكتسب عشان يسخن، والنحاس يفقد حرارة علشان يبرد ويوصل لنفس الدرجة في الأخير مع بعض. فكيو المكتسبة اللي هي من مين؟ من الماء والوعاء لازم تساوي في حيث المقدار كيو ايش؟ المفقودة.
لكن التيون المفقودة راح تطلع سالبة، وهذا رقم موجب. حتى نساوي من بعض شو بنحط؟ ماينس تيون المكتسبة بتساوي ناقص تيون المفقودة. لو طبقناها بالرموز على هذا الحالة اللي عندنا هون، راح نحكي انه كيو للكونتينر زائد كيو للووتر لازم تساوي ناقص كيو للكبر، لو افترضنا انه هي قطعة من كبر من نحاس على سبيل المثال، لو اعتبرنا هاي القطعة هون نحاس، راح يكون ايش؟ سالب كيو للكبر للنحاس، او بشكل عام للسبستنس للعينة اللي عندنا هون. لو اجينا طبقنا من للكونتينر، انا عندي سي كابيتال ولا سي سمول؟ عندنا هون سي كابيتال. السي كابيتال معناها انه كيو تحسب من العلاقة سي كابيتال ضرب دلتا تي، يعني ما بحتاج انا اعرف قديش الماس تبعت الكونتينر. زائد بالنسبة للووتر، انا عندي سي سمول للووتر، فاذا كيو شو راح يكون قانونها؟ سي سمول للووتر في الماس تبعت الووتر في الدلتا تي، تغير في درجة الحرارة، يساوي سالب بالنسبة لقطعة النحاس او المادة اللي عندنا هون، انا عندي ايش؟ سي سمول الها، اذا راح تكون سي سمول لهاي السبستنس في الماس تبعت هاي السبستنس تبعت العينة القطعة اللي بنحطها ضرب ايش؟ ضرب دلتا تي. هنا بس نوضح كيف راح يكون دلتا تي بالنسبة للكونتينر وللماء. دلتا تي هاي راح تكون تي فاينل ناقص تي 1، لأنه درجة حرارتهم التنتين في البداية الماء والوعاء هي تي 1، والدرجة النهائية لهم راح تكون هي تي فاينل المشتركة مع النحاس، فراح تكون تي فاينل ناقص تي 1. بالنسبة لقطعة النحاس مثلا أو المادة اللي حطيناها داخل الماء، دلتا تي راح تكون تي فاينل ناقص تي 2. تي 2 هي درجة الحرارة الابتدائية للمادة الثانية اللي حطيناها داخل الماء، فتو مش معناها النهائية، تو معناها الجسم التالي اللي نحط داخل الماء والوعاء. خلينا نطبق أرقام، نفس المثال هذا نعمله على شكل ايش؟ أرقام. لو حكى لي في السؤال، خلينا ناخذ أرقام حقيقية. لو حكى لي إنه الماس تبعت الكبر اللي هي السبستنس بتساوي 75 جرام، وكانت موجودة عند درجة 312 سلسيوس، هاي شو راح تكون؟ هاي تي 2. بتكلم هون عن مين؟ عن الكبر 312 سلسيوس. هلا انحطت داخل كونتينر بيحتوي على ماء، الماس تبعت الماء هاد كانت 220 جرام، الهيت كاباسيتي السي للكونتينر بتساوي 45 كالوري لكل كلفن. درجة الحرارة للماء، درجة حرارة الماء بتساوي في البداية طبعا احنا سميناها تي 1 12 سلسيوس على سبيل المثال. اذا كم حتكون درجة حرارة الكونتينر؟ برضو 12 سلسيوس نفسها. المطلوب في السؤال طبعا السي للووتر عادة في الاكزامبلز بالكتاب ما بيكتبوها لانها موجودة بالجداول معروفة، لكن بالامتحان راح تكون اكيد معطى. فالسي سمول للووتر قيمتها، هلا بنشوفها، سي سمول للووتر تيبل 18 3 سبيسيفيك هيت كاباسيتي للووتر. وين الجدول؟ اوكي هلا بنشوف كيف راح نربط هذا. 70 جرام في 312
زائد زائد قيمة السي ووتر بتساوي 1 كالوري لكل جرام كلفن. ننتبه كويس للوحدات، صار في عندنا مشكلة هون، انه عماله بيعطيني السي سواء للكونتينر او للووتر بالكالوري لكل كيلو جرام، لكل جرام كلفن، ايضا بالجرام معطيني اياها. اذا كانت هاي بالجرام، اذا بدي اخلي الكتلة بالماس بالجرام لما نضربهم ببعض ام ضرب سي. اما اذا كانت هاي معطينيها بالسؤال بالكيلو جرام فبدي احول هاي لكيلو جرام، فبننتبه. الكلفن والسلسيوس ما في مشكله بالتحويل لانه القانون بيحتوي على دلتا تي، واحنا بنعرف انه الدلتا تي في حاله الكلفن والسلسيوس زي بعض، التي نفسها مختلفه بس الدلتا تي ما بتفرق. النقطه الاخيره ضلت هي الكالوري، كيف بدنا نحول كالوري للجول او للكيلو جول. هون هلا بدنا نشوف كيف. طبعا احنا بنعرف انه كل واحد كالوري بتساوي 4.18 جول، وبالتالي لو كتبنا مكان الكالوري ضربناها ب 4.18 بصير جول لكل جرام كلفن. تمام، اوكي. خلينا هلا نعوض، بنحكي انه كيو كونتينر زائد كيو للووتر بتساوي ناقص كيو للكبر. حكينا سي في دلتا تي زائد سي في ام في دلتا تي يساوي ناقص سي في ام في دلتا تي. هذا في حالة مين؟ هذا في حالة الكبر هون، هون في حالة الووتر، وهون لحالة الكونتينر نفسه الوعاء. هلا السي هي 45، خليها بالكالوري وبالاخير بنحولها للجول. 45 كالوري، خلينا نكتب الوحدات عشان تكون الامور واضحة، كالوري لكل كلفن ضرب. هلا دلتا تي حكالي بالنسبة للنحاس بده يتحول من 12 سلسيوس إلى درجة نهائية اللي مش موجودة. هو طبعا شو المطلوب في السؤال؟ بدنا تي فاينل، كم مقدار درجة حرارة نهائية اللي رح يصير يوصل لها النحاس والماء والوعاء طبعا مع بعض، كم مقدار تي فاينل؟ فالتي فاينل أنا بعرفهاش، فشو بنحكي؟ رح تكون تي فاينل اللي أنا بدي إياها ناقص الدرجة الابتدائية هي 12 سلسيوس زائد. هلا نيجي هون للووتر، السي هي 1 كالوري على جرام كلفن. اذا لازم لما اضرب هلا بالماس تبعت الووتر اضرب بايش؟ الماس بوحدة جرام اللي هي 220 جرام، فرح تكون ضرب 220 ضرب. هلا الدلتا تي ايضا الماء بيتحول من 12 الى تي فاينل اللي احنا ما بنعرفها، فالدرجة الابتدائية هي 12، اذا رح تكون تي فاينل ناقص 12. هذا كله يساوي ناقص السي للنحاس، السي للنحاس ايضا معطى من ضمن الثوابت، هي ام للسبستنس للنحاس قيمتها راح تكون كبر هي 0.0923 كالوري بير جرام كلفن، هي قيمتها. بنعوض هون 0.0923 كالوري بير جرام كلفن ضرب، اذا لازم الكتلة تكون بالجرام اللي هي 75 جرام، ما بحولها لكيلو، ضرب الكلفن عشان تروح يطلع لي بالكالوري الجواب. نحط هون درجة الحرارة للنحاس كانت الدرجة 312، راح تبرد راح تصير اقل، راح تصير تي فاينل اللي هي نفسها درجة حرارة الماء والوعاء بعد ما بردوا، راح نحكي هون تي فاينل ناقص 312. طبعا رح يطلع الجواب تي فاينل اقل من 312، رح يطلع الجواب سالب، مع السالب اللي هون برجع الجواب موجب زي ما احنا بدنا. لو عملنا حسبه هيك سريعه وطلعنا تي فاينل عامل مشترك منهم وحسبنا، رح يطلع معي الجواب انه تي فاينل تساوي هي درجه الحراره النهائيه، رح تطلع معانا سلسيوس. اوكي تمام، لانه اذا بنلاحظ النقطة اللطيفة في الموضوع انه ما دام انا عندي طرفين في المعادلة وعندي هون الطاقة بوحدة كالوري وبدي احولها لجول او لكيلو جول،
ما دام انا عندي طرفين في عضله ما بحتاج لهذا، بقدر اختصر هاي مع الكالوري مع الكالوري. حتى لو كانت عبطنا هون 4.18 جول 4.18 جول 4.18 جول، راح يتم اختصارهم. الكلفن راح يروح مع الكلفن، راح يروح مع الكلفن في الثلاث حدود. الجرام اللي هون حيروح مع الجرام اللي هون، والجرام هاي راح تروح مع الجرام هاي. اذا شو صفى عندي؟ فقط ايش؟ تمبرتشر. يعني عندي هون سلسيوس سلسيوس سلسيوس، ما دام هذول بالسلسيوس حتطلع التي فانل ايضا بالسلسيوس، فبيطلع الجواب 20 سلسيوس. اوكي تمام. لو كنا بدنا مثلا نشوف التحويل كيف بيصير، مثلا لو كانت كيو من كالوري لسلسيوس، لو طلعت معنا مثلا لوحده من هذول المواد 1670 كالوري، فهذا معناه انه في عندنا 1670 كالوري ضرب 4.18 جول، بيطلع الجواب بالجول لو حبينا نكتبها بوحده جول. تمام اوكي، هيك بنكون خلصنا موضوع الانتقال الحراري بين الاجسام السائله والصلبه، وموضوع التحول تبع الاجسام من حاله الى اخرى.